خلينا نمشي لجريدة الصحافة يا أبو إدريس، ومنها نقرأ 102 مليون يورو خسائر استيراد الدقيق، وزير الصناعة مؤامرة ضد قرار إيقاف الاستيراد. حذر وزير الصناعة موسى كرامة من عودة بعض المخابز لاستخدام مادة بروميد البوتاسيوم المسرطنة لتحسين الدقيق المستورد، وأرجع تفاوت أوزان الخبز إلى المعالجات التي يقوم بها الخبازون لتجنب الخسائر الناتجة عن تكاليف دقيق المخزون الاستراتيجي الذي يستورد من الخارج. وانتقد وزير الصناعة في بيان قدمه أمام البرلمان أمس استيراد الدقيق، وقال إن فرق السعر عن المنتج محليا بلغ 81 يورو للطن، وقطع بخسارة الحكومة لنحو 102.5 من 10 مليون يورو في السنوات الثلاث الماضية، إضافة لخسائر أخرى من بينها فاقد اقتصادي لأضعاف من سلسلة القيمة المضافة وزيادة سعر الدقيق للمواطن لارتفاع كلفة ترحيل الدقيق قياسا بالقمح. أبو إدريس، ألم يكن من الأنسب أن يحدد الوزير على الأقل الجهات التي تتآمر ضد قرار إيقاف استيراد الدقيق؟ دعنا نغير عبارة تتآمر، لكن الجهات التي اتخذت القرار بأنها تريد استيراد الدقيق وبررت له اقتصاديا وأن التكلفة أقل وأن هي تريد أن تفك الاحتكار، لأن هناك مطاحن محددة هي التي تحتكر إنتاج الدقيق بأنها هي تستورد القمح وتحصل على القمح بالدولار الرسمي وتبيع بعد ذلك بالسعر الذي تريده. هذا قام به وزير المالية السابق. وزير المالية السابق عقد مؤتمرا صحفيا شهيرا تحدث عن مساوي استيراد القمح بدر الدين محمود محاسن استيراد الدقيق، وبرر وحتى أنه تحدث عن أن الدولة ستحصل على مكاسب لأنه ستقلل التكلفة، ستكون التكلفة أقل. الآن حديث وزير الصناعة يتناقض تماما مع الحديث الذي ذكره وزير المالية السابق، يتحدث عن أن الدولة خسرت أكثر من 100 مليون يورو، وهذا في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيش البلاد، مبلغ ليس بالسهل. وتحدث عن أن طن الدقيق سعره يزيد عن طن القمح 81، هذا غير حساب الترحيل، حساب المردود الاقتصادي لطحن القمح داخليا. طحن القمح داخليا يضيف قيمة مضافة للاقتصاد، يوفر فرص عمل إضافية، يوفر المنتجات أخرى زي العلف وهذا ينعكس على سوق العلف، لأن أسعار الردة العلف المستخرج من القمح أسعار ارتفعت بسبب أنه بس. لكن السؤال يا أبو إدريس، هل نحن في شركات الآن أنتجت قمح السنة الفاتت بكميات مقدرة، هل إحنا عندنا قمح على الأقل بالكمية والجودة اللي بتقدر تفي لنا للسوق المحلي بحاجته؟ هذا السؤال يجب أن يسأل للبرنامج الثلاثي. الحكومة عندما عدت البرنامج الثلاثي الاقتصادي تحدثت عن بعض السلع للصادر وبعض السلع للحد من استيرادها. كان من ضمن السلع التي تريد الحد من استيرادها القمح والسكر، كانت أنها تتحدث عن أنها تريد أن ترفع إنتاجا من القمح إلى حوالي 2 مليون طن، وأن لديها خطة وأن لديها رؤية وأنها ستأخذ التمويل المخصص في البنوك وستذهب به إلى زراعة القمح. الآن انقضى البرنامج الثلاثي، البرنامج الخماسي الذي تبعه ومضى على ذات الطريق في أنه يريد أن يزيد سلع الصادر، سلع محددة في الصادر، ويقلل سلع محددة في الاستيراد. الآن تبقت منه عامين أو أقل من عامين وما زالت فاتورة القمح ترتفع. صحيح أنه حدث السنة الموسم الماضي ارتفاع في إنتاج القمح في عدد من المناطق، سواء كان في الجزيرة أو في بعض الشركات الموجودة، سواء كان في الشمالية أو في النيل الأبيض، كانت الإنتاج لافت للأنظار. لكن الآن نحن الحديث ذكر وزير الصناعة أنه نقترب من استيراد 3 مليون طن، وكل الذي ننتجه مليون ويزيد قليلا عن مليون طن، مما يجعل الفجوة ما زالت كبيرة جدا. صحيح أن الوزير تحدث عن أن والله سبب من أسباب الفجوة التهريب، لكن الدولة دائما تشكو من أن التهريب يزيد من استهلاك القمح ويجعل هذه السلعة الاستراتيجية، أن حديث مكرر من المسؤولين أننا نحن نطعم المواطنين السودانيين ونطعم الدول المجاورة. أبو إدريس، مسألة التهريب دي يعني كثير يقول إنها فزاعة لتبرير قرارات مرتقبة، سواء كان وقف استيراد أو يعني على الأقل أو سحب دعم أو غير، يعني
كيف لتهريب سيارات محددة أن تهدد على الأقل المخزون الاستراتيجي للقمح في بلد زي السودان؟ وطبعا لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك تهريب. في تهريب في كل العالم في العالم. لكن 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 يعني التهريب جهاته محددة. يعني التهريب معروف أنه في الحدود المتاخمة لولاية كسلة بكثافة كبيرة. إن لم تكن معروفة. بكثافة كثيرة، بكثافة كبيرة جدا، ومعروف مقصده، ومعروف أنه التهريب بنسبة أقل من ولاية كسلة يذهب إلى الحدود مع جنوب السودان وإلى الحدود الغربية. هذه ثلاث مناطق، فعلى الحكومة يعني الحدود مع ولاية كسلة وولاية البحر الأحمر في حوالي 600 كيلومتر. لكن السؤال، هل الدقيقة اللي بتهرب بكاسة صغيرة أو لواري لا تقوى على مقارعة رمال الطريق بسهولة؟ يعني هل الكمية دي مؤثرة يعني على الأقل بدرجة يعني كبيرة؟ لو أصبحت متكررة وتتم بصورة يومية وتتم في عدد من المناطق يمكن أن تؤثر على طيب. الاستهلاك، في ظل أنه نحن اقتصاد حجمه ليس بالكبير، يعني نحن يعني اقتصادنا صحيح أننا دولة حجمها مساحة كبيرة، لكن اقتصادنا ليس بالاقتصاد الكبير، لذلك أي ويعاني من إشكالات كثيرة، أي اختراقات تؤثر عليه. أبو إدريس، في تجارب لشركات كبيرة ربما حققت إنتاجية عالية في شرق الخرطوم وفي الولاية الشمالية مثل دال ومثل شركة الراجحي، ما الذي يعرقل على الأقل أن تقر الحكومة خطط هذا إن لم تكن أصلا مقرة على الأقل لتشجيع زراعة القمح داخليا سواء كان بالتمويل أو ما إلى ذلك؟ السياسات يعني في يعني السياسات، يعني الحكومه مثلا بدل ان تشجع المنتج وتذهب نحو زياده الانتاج، لانه الانتاج اصلا لديه بعض الاشكالات، انه نحن الان عندنا ضعف في انتاج الفدان. يعني الفدان السوداني يعني صحيح انه العام الماضي هناك اشراقات، الناس تحدثوا عن 25 جوال عند الراجحي و25 جوال في النيل الابيض، 25 جوال في دال. هذه كانت بالنسبة لنا يعني حديث عن طفرة كبيرة حققت وأعطت مؤشر أن يمكن لهذا أن يحدث. علينا أن نبحث أين العقبة. العقبة هل 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 لأن المنتج الذي ينتج القمح سواء كان في الجزيرة أو في الشمالية هو منتج تقليدي لا يتعامل مع التقانات؟ هل غير متوفر له التقانات؟ هل غير متوفر له التمويل اللازم؟ هل هن ليس لديه حوافز كاملة ليصبح منتج حريص على زيادة إنتاجه؟ لأن ما حققته هذه الشركات يفتح الباب أن يعني، وخاصة أن البحوث الزراعية في السودان منذ سنوات كسرت التابو بتاع أنه والله مناخ السودان لا يناسب القمح. أنتجت عينات تتناسب مع الوضع المناخي في السودان وأثبتت نجاحها بالتجارب المتكررة وحققت إنتاجية جيدة. لذلك علينا مراجعة السياسات، سياسات التمويل، التكلفة الإنتاج، زيادة الإنتاج في البذور المحسنة وفي استخدام التقانة وفي استخدام الأساليب الحديثة، البحث عن أساليب غير تقليدية للتمويل، لأن الآن يعني بوفق لآخر تقارير بنك السودان الزراعة لا تحظى بي 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 لا تصل نسبة التمويل لا تصل إلى 15% من جملة التمويل من البنوك التجارية. فعلينا أن نبحث عن أساليب تمويل غير، لأن واضح أن البنوك التجارية لا ليس لديها توجه في أنها تذهب نحو تمويل الزراعة. وفق للتقرير، وفق ما ذكرته قبل قليل في عمود الأستاذ عادل الباز، عندما تحدث عن أن البنوك تمويل 30% تذهب به إلى شهامة لا تريد المخاطرة، هي تريد أن تحصل على أموال، لأن شهادة شهامة تعطي 18% من نسبة أرباح. فعلينا أن نبحث على الجهات المتخذة القرار تبحث عن وسائل تمويل غير تقليدية. الآن هناك بعض الشركات الكبيرة بدأت تدخل في ما سمته الزراعة التعاقدية، ودي قامت به ثلاثة أو أربعة شركات كبيرة بدأت تدخل في بعض المناطق الإنتاج سواء في جنوب كردفان، في النيل الأزرق، في القضارف، وبدأت تدخل للجزيرة في أنها تتعاقد مع مزارعين صغار على تمويله ومقابل أنها تقوم بشراء هذا المحصول، زي تجربة الشركة الأفريقية الآن في خور أبو حبل، يعني الأفريقية في جنوب كردفان والأفريقية في القضارف، القضارف ودال ومجموعة البرير.